تلاميذ السلام عليكم. في هذا الفيديو عندنا تذكير تعريف ثم تطبيق. إذا تذكير بالمتطابقة الهامة الثالثة هي A زائد B، أعمل لي A ناقص B تساوي A أس 2 ناقص B أس 2. سنحتاج إليها لحساب مثل هذه التعابير، مثلا عامل جذر مربع 3 زائد جذر مربع 5. إذا تساوي جذر مربع 3 أس 2 ناقص جذر مربع 5 أس 2 تساوي 3 ناقص 5 هي ناقص 2، لأن جذر A أس 2 يساوي A، حيث A عدد موجب. أمثلة: إذا العدد A ناقص B هو مرافق العدد A زائد B، فمثلا مرافق العدد جذر 3 زائد 7 هو جذر مربع 3 ناقص 7، ونحتاج لهذا المرافق لإجابة عن أسئلة متعلقة بحذف جذر مربع من المقام، مثلا في هذه الكتابة. فلحذف الجذر مربع من المقام أحتاج إلى أن ينفذ المربع إلى هنا، وكي ينفذ جذر أو مربع أي أقصد أس 2 إلى جذر 3، وسوف نضرب في مرافق العدد اللي هو جذر مربع 3 ناقص 1، كذلك البسط في جذر 3 ناقص 1، نتيجة البسط كما هو، وهنا سنحصل على جذر 3 أس 2 ناقص 1 أس 2. إذا لاحظوا نفاذ الأس هنا، إذا الجواب سيكون جذر 3 ناقص 1 على 3 ناقص 1 هي 2. وهكذا أن هذا التعبير هذا هو مساوي لهذا التعبير، بخلاف أن هنا ليس عندنا جذر مربع. أمثلة كثيرة، مثلا عندنا هذه الكتابة، فلحذف الجذر مربع من المقام نضرب في مرافق العدد، كذلك هنا إذا مرافق هذا العدد لمرافق المقام وجذر 3 زائد جذر 2. في حالة أن عندنا المقام فقط فيه جذر مربع ليس معه عدد آخر كمجموع، ففي هذه الحالة نضرب فقط في ذلك العدد. وإذا قمنا بتبسيط هذا التعبير سنجد جذر 6 على جذر 6 أس 2 هي جذر 6 على 6، وأمثلة أخرى. تطبيق لنبسط هذا التعبير. إذا لتبسيط هذا التعبير يستحسن أن نحذف الجذر مربع من هذا المقام ومن هذا المقام. إذا سأعيد كتابة التعبير، ولكن هذه المرة سأزيد بالضرب في المرافق، أي سأضرب في مرافق هذا العدد في بسطه ومقامه ناقص، هذا ناقص سأكتبه هنا، 11 على جذر مربع 22، سنضرب في جذر مربع 22 البسط والمقام. نمر إلى السطر، كتبنا جذر 3 ناقص 1 على جذر مربع 3 أس 2 ناقص 1 أس 2 ناقص 11 جذر مربع 22 على جذر مربع 22 أس 2 تساوي جذر مربع 3 ناقص 1 على 2 ناقص 11 جذر مربع 22 على 22، وهنا سوف نختزل ب 11 وسيبقى هنا 2. إذا تتمة التعبير تساوي جذر 3 ناقص 1 على 2 ناقص جذر مربع 22 على 2 تساوي في الأخير جذر 3 ناقص 1 ناقص جذر مربع 22 الكل على 2.